مدينة كوزكو في البيرو، عاصمة إمبراطورية الإنكا زمان، في أعلى جبال الأنديز. فيها الغاز كثير هالمدينة. ولكن نحن اليوم جايين لهدف معين. فندق، ولكن مش عادي، زي فنادق الكبسولة باليابان، غريب من نوعه. Okay, good morning. This is your pot. This is your bedroom. As can you see. ولكنه موجود على حافة الجبل. ورح ننام فيه اليوم. احنا اليوم في كوزكو، وبتعرفوا ان عندنا بالقناة تجربة مجرب فنادق غريبة حول العالم. كنا نسويها باليابان ولكن بطلت تزبط في اليابان. اليوم احنا في البيرو، وعشان نطلع على الفندق هاد لازم نتسلق جبل، لازم نطلع من هاي المدينة الساعة ونطلع على الكبسولة، كبسولة على الجبل. إذا شفتوا كبسولة قبل هيك بالطريقة اللي راح تشوفوها اليوم احكوا لنا تحت. ما اعتقد انا مش متوقع اصلا، مش متخيل كيف راح يكون الوضع. راح نكتشف مع بعض، في عندي كثير اسئله. لانه احنا راح نكون على الجبل، يعني حتى حاسه راح تكون بتخوف، ما راح تكون سهله. فلا تنسوا تدعمونا بلايك. We arrived there. Yes, we arrived at the base camp. Yes, we have to climb. Can you see the wall over there, the metal bars? احنا وصلنا هذا البيس كامب، بقول لك وشوفوا فوق، راح ننام على جبل فوق. طيب انا ما عندي خبره بالتسلق هيك اماكن، فهسه راح يقول لك لازم تتسلق. هسه هم راح يعلمونا كيف عشان نطلع لفوق. هاي زي اير بي ام بي بس وين على الجبل فوق. It's a unique experience because you can sleep on a cliff every day, right? Where can I go toilet? Do the toilet? The toilet is up there. It's going to wait. It's a dry system, but I will explain it is about there. It's going to be It's a surprise. Yeah. It's my first time here. Let's climb. Let's go. هسه رح نطلع الكبسولة. أنا مش عارف ليش بدنا نام فوق، يعني خلصت الأماكن في الأرض عشان نطلع على السماء. أوكي هسه بدأوا هم قبلية يتسلقوا، هسه رح نتسلق ساعة. تخيل عشان تنام لازم تتسلق ساعة توصل لفوق. يلا احنا قريبين للسماء فوق إن شاء الله عند ربنا. الله ييسر الأمور. رح أكون لابس الباك باك وفيها معداتي، هم بيساعدوك ولكن بيساعدوك جزء. Yeah, it's a dinner. We're gonna start with a pumpkin soup. Yeah. احنا وصلنا. التجربة مش عادية. احنا هسه هذا مطعم، هسه راح افرجيكم اياه. غير هيك ليلة الدنيا، ومش هذا المكان راح انام فيه، هذا المكان فقط عشان اتعشى، لانه اول ما توصل تتعشى. والتجربة الحقيقية والتور اللي راح احطكم اياه بكرة الصبح. بس الجو برو خلص بالليل ما بطلت، شفتوا الاضاءة كيف ضعفت يعني. بس بكرة النزلة راح تكون بالزيب لايننج. هون الليلة $500. تجربة مش طبيعية ولسه انا في اولها. بسم الله. Then we have a first salad. The main course is a smashed potato with a chicken cordon bleu with boiled vegetables. In the sky we're gonna eat. Yeah, we're cookers in the sky lodge. Yeah, we have to carry all the stuff here. Let's eat in the sky. You are from where? From Chile. Ah, Chile. Yeah, yeah. Santiago, but I've been living here in Peru from like a year ago. لا لو تشوف المطبخ مبني على صخرة. أنا لحد الآن مش فاهم كيف بنوها هون. جد طلع كيف واقف وبطبخ على صخرة على طرف الجبل، يعني مش إنه جبل مستوي، لا على وقعة. بس هايهم قاعدين بيجهزوا العشاء، وبعدين عشان تطلع من المطبخ للغرفة الثانية لازم تتسلق من هالأشياء اللي قدامنا. بس شو يعني أعلى شوربة في العالم. الكبسولة، احنا داخل الكبسولة، ولكن هالكبسولة غير. هالكبسولة في الجو، احنا هسا في الجو. هون تقدر تنام، طبعا الدنيا برد. في زي ما انت شايفين التختين هون صغار، وطبعا معدات التسلق معاي، لأنه بقول لك تقدرش تطلع من هون. طبعا هي الفتحة من هون
بكرة أخذكم جولة لأنه هي موصولة بحبال، بكل مكان حبال، فكل ما تتنقل مكان لمكان لازم تستخدمها. سمعين صوت الهواء؟ هالكبسولة هيك ما فيش شي تحتيها، يعني أنا رح أنام وأتشهد، يعني ممكن أصحى ألاقي تحت في الوادي. أوكي، احنا لازم نطلع هسا على الوين، نطلع نفطر. فعشان تنتقل تروح على المطبخ لازم تتسلق. الساعة 6:30 الصبح والجو مغيم، ويلا نتسلق ونطلع. Alright، يسعد صباحكم يا اخوان، احنا طلعنا فوق على المطبخ تسلقنا. Good morning guys. Good morning. Good morning. Hi guys. Good morning. Thank you guys for the breakfast. You're welcome. Thank you. So how was your night? Was very nice. Nice. I enjoyed a lot sleeping under the sky, under the stars. تقعد هيك بالليل بتشوف النجوم. طبعا ما عرفت أصور لكم بس إشي مش طبيعي. لما صحينا الصبح ما كانت الشمس لسه طالعة، وعلى طول بس إذا بدك تطلع لفوق بترن عليهم على طول على الجهاز اللاسلكي بيجوا بياخدوك. غرانولا وقهوة وعصير ومربى وحليب، يعني شغلات مرتبة. تمام، هسه كمان شوي راح أخذكم جولة في الغرفة. هذلك لسه ما صحيوا من كل واحد. And the toilet is genius man. Everything is genius here. عشان تنقل لازم تنقل من حبل لحبل ثاني وزي هيك. وراجعين هسه وين على غرفتي. بس هاي المرة شوف لازم دائما تكون معلق حالك، ما بتقدر تطلع من دون ما تعلق حالك في الحبال. بس هي تجربة غريبة، أنا مش عارف شو اللي ليش هم عاملين هيك. بس شوفوا الكهرباء من وين بيجيبوها، حاطين سولر فوق. بس انا توقعت انه راح يكون فطورهم او عشاهم بس سندويش، ياخذ لك سندويش ومشي حالك. بس طلع عن جد فطورهم رهيب. حتى الهاوس كيبنج كيف بيشتغلوا بينظفوا هاي الامور، انا مش فاهم استر الان، بحاول افهم. الله يعطيهم العافيه. بس اوكي، جود مورنينج. This sip is a toilet door. Please now come with me inside. Remember, this is transparent. Close the curtains if you want to use this, okay? For boys, if you want to pee here, it's very easy. Just you have to open the lid. Then, as I told you, it's a dry system. That means liquids go there, solid and paper come here. After you finish, you have to take this, and then you will flow by this pipe. And as you told me, it don't go to the mountain. It go to a container down there. That's genius, man. Yeah. This is our tour in our toilet, huh? Yeah, this is the tour in the toilet. طلعوا كمان هسه تقدر تطلع على فوق وتاخذ رحلة يعني، بس لازم تاخذ الأغراض هاي. هاي جولة في بيتنا الجديد. تخيلوا الهاوس كيبنج كل يوم بيجوا الصبح عشان ينظفوا هاي الغرف. What? It's not a normal housekeeper. It's a climber housekeeper. It's a climber housekeeper. Yeah. All right. احنا شوف كيف طلعنا رحلة. طبعا بتقضي هسا للساعة تقريبا 11، بعدين ننزل نزول زيب لايننج
ومباشرة بنرجع على كوسكو. تقدر تقعد يومين ثلاث. تعرفوا هاي قبل كوفيد كانت تنحجز قبل بأربع شهور ما بتقدر تلاقي لها مكان. هم ثلاث لأنهم بس. وهسه قاعدين بتوسعوا بيفتحوا لقدام. بس نفسي أفهم كيف حطوه هون. كتجربة رهيبة. طيب احنا جربنا كبسولات في اليابان، اليوم جربنا كبسولة في بيرو، بس كبسولة مش عادية. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعطونا لايك، تشتركوا بالقناة. والله ما كانت سهلة وصلها. الله يعطيكم العافية ونشوفكم على خير.